يعني هسه هو شنو هذا خطة جديدة يريدون يطول للمواطن 6 دولارات؟ 6 دولارات و85 سنت. منو يعطيهم؟ لا قيمة ال ال قيمة السلة للسلة. تمام. 6 دولارات و85 زين. زين اليوم 6 دولارات و85 طبعا هو رابح مو؟ زين علي علي آسف 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 علي علي آسف شوف قيمة المواطن العراقي عند الحكومة العراقية اشقد صغيرة واشقد ما تنشاف. لحظة لحظة بس اعطيك هاي الموضوع تمام. شوف المواطن الشريف العراقي واللي يشتغل واللي يشد ويتعب والعاطل عن العمل والموظف وغير الموظف تمام كلهم تمام قيمتهم ما تجي قدام سجين مجرم نايم بالسجن يوميته يوميته الدولة تصرف عليه مو أقل من 14 دولار. 14 دولار هو بالفعل 14 دولار. يعني شوف الفرق هذا المواطن الشريف اللي يشتغل للدولة واللي يشتغل عمالة واللي يشتغل أبو كية واللي يشتغل موظف واللي يشتغل بكل المهن والاختصاصات والقاعد بالبيت تمام؟ السجين اللي نايم بالسجن عند الدولة أحسن من عنده.